السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم ريسلان. اليوم جبت لكم طريقة تحضير طمينة النافسة على طريقة الشرق الجزائري نزولا طلب مشتركاتي غالياتي. إذا كنت أول مرة تزوري القناة نتمنى أنك تشتركي وتفعلي الجرس ليعجبها الفيديو بعد المتابعة جامل الفيديو. طمينة الشرق نعتبرها من أحسن أنواع الطمينة لأنها فيها قيمة غذائية كبيرة مفيدة للمرأة النافسة والمرضعة وأيضا المرأة الحامل وحتى للأطفال الصغار، مفيدة وضرورية لنمو الأطفال، عظام صحية أكثر لأنها فيها القمح، فيها مجموعة من البقوليات. يعني تابعوا الفيديو الأخير راح تعرفوا القيمة الغذائية وتعرفوا طريقة صنع هذه الطمينة عكس أنواع الطمينة الأخرى اللي متكونة من دقيق ولا الفارينة بمجرد أنهم يقليوهم. أول مكون راح نبدأ به اللي هو القمح، الخطر فيه حتى هو فيه بروتين، فيه يعني نسبة كبيرة من البروتين ومليح ثاني للأطفال، قلت لكم النمو الأطفال. وفيه ثاني الحديد، فيه الحمض الفوليك. كما تعرفوا باللي المرأة غير تولد في الماتيرنيتي يعطوها مجموعة أدوية ومن ضمنها لاسيد فوليك. فيه ثاني ألياف اللي تعز صحة الأمعاء وتمشي الكرش. كما تعرفوا المرأة النافس غير تولد حاشاكم تيبس عليها كرشها. عندنا ثاني الحمص، الحمص كما راكم تشوفوا النوعية تاعو لازم يكون من هذا النوع، ما يكونش الخشين، لازم يكون رقيق باش كي نحطوه يتقلى يدخلوا طياب وما يبقاش ني، واذا بقى ني الطمينة تاعك راح تكون ماهيش مليحة. كما تعرفوا حتى الحمص راهو فيه بروتينات، فيه الياف، وفيه ثاني الأوميغا 3، فيه حتى هو الحمض الفوليك، فيه الحديد حتى هو كيفو تقريبا كيف العدس، يعني فيهم فرق قليل برك. العدس ثاني كما تعرفوا العباد اللي يكون عندهم لانيمي، تكون عندهم لانيمي فقر الدم، ينصحوهم بالعدس، يقولوا لهم قليه ورحيه وكلهم على الياقوت. حتى هو تعرفوا باللي راه فيه الحديد واللاسيد فوليك اللي يمد لها الطاقه وينحي هذاك التعب اللي كانت ديجا بذلاته في هذيك الولاده. وثاني للاطفال حتى هما يمد لهم الطاقه، خصوصا للاطفال اللي يكون عندهم العدس راه مليح لهم بالبزاف الصحه تاعهم. عندنا هذا التمر، التمر اللي يقولوا له المكنتيشي، يجي هذا اللون تاعو كما ديجا نحيت له النواه ووجدته باش حتى هو نرحيه، يعني مانيش راح نقليه. عندنا هذا الخروب، الخروب اللي يشبه للفول ويجي هكا اسود كما راكم تشوفوا، هذا هو الخروب. الخروب كما راكم تشوفوا ديجا راهو طري شوية تقريبا، هو وهذا راح نديرهم يا اما تحت الفرن يا اما في الفرن باش ينشفوا لي ونقدر نرحيهم. قلت لكم الخروب حتى هو مليح بزاف للمرأة الحامل لخاطر حتى هو فيه بروتينات، فيه املاح معدنية اللي تحتاجها خصوصا المرأة الحامل، حتى كيما تسمى حتى هو فيه الحديد وفيه الكالسيوم، فيه الاحماض اللي تعاون باش تنحي تنقص شويه هذاك الالام اللي تحس بهم المراه الحامل. مليح ثاني لهشاشه العظام، كما تعرفوا المراه الحامل قادر ينقص لها الكالسيوم، هو مليح لهشاشه العظام لها وللبيبي. وثاني ما يخليش المراه تتعرض للامساك سواء حامل سواء نفسها. وثاني حتى للنساء اللي يتبعوا حميه راهم مليح ليهم بزاف، حتى الغازات يطرد الغازات. المهم مانيش راح نتعمقوا في هذه الامور، يعني مديت لكم برك بعض الفيتامينات اللي فيه والبروتينات والاشياء الاخرى باش تعرفوا باللي راهي هذا الطمينه صحيه 100%. دوكا راح نروحوا للكميه. عندنا هنا ربعي، الناس اللي مالفين يشريوا بالربعي سواء القمح سواء الزيتون راهم يعرفوش معناها الربعي. الربعي على ما اظن فيه 5 كيلو، راح ندير معاه تقريبا كيلو كيلو ونص على حسب الكميه اللي بغيتيها، بين الكيلو بين كيلو ونص تاع الحمص. عندي اقل من الكيلو، حتى بين الرطل بين 500 غرام حتى 700 غرام تاع العدس، ما تكثريش من العدس باش ما يمدلكش طعم ماهوش مليح للقمح. هذا المواد في ثلاثه راح نقليهم، اما هذا الزوج الخروب والتمر راح نرحيهم، بمجرد اني نرحيهم مانيش راح نقليهم ونضيفهم للطمينه. راح نبداو نقليو القمح اكيد بعد ما نكونوا نظفناه. كيفاش ننظفوه؟
نحكموا نحيو منه هذوك الشوائب. كيفاش نحيوهم؟ نجيبوا غربال، غربال يكون شويه خشين بصح لازم يحكم لي الحبات تاع القمح، ونخليو هذوك النصاص تاع الحبات والحجر والشي اللي يكون زايد راح يهبط لي من الغربال. من بعد نكمل ننظفوا كيما تنظفوا الفريك وكيما تنظفوا اي حاجه. من بعد نغسلوه مليح ونفرشوه ونخليوه ينشف. كي ينشف نقليو، دركا راح نبداو نقليو القمح. راح يكون في الطاجين، الطاجين اللي راكم تشوفوا فيه كيما نقولوا له حنايا الطاجين المسرح اللي يديروا فيه البغرير. بالنسبه للنار، النار لازم تكون نار ما تكونش قويه بزاف، ما تكونش بليله بزاف، يعني ما تكون قويه كيما تاع الكسكس، ما تكون واطيه بزاف كيما تاع الشخشوقه، يعني تكون بين وبين. لوح كمية قليلة، يعني قيس الطاجين ما تلوحيش كثر من هنا. الطاجين لازم تسخنيه من قبل وتقعدي تحركي. واش عندنا نحركو؟ عندك جيبي هنا كارتونة ولا غلاف تاع كراس، وإلا جيبي مغرف تاع اللوح بهذا الشكل اللي تقدري تحركي بها. أنا نفضل الكارتونة أحسن خاطر تما تشكيها على شكل تاع الطاجين، خاصة في هاد الحواجه تاع الطاجين. مع التقليب المستمر يعني نقعدو نقلبو في القمح تاعنا بلا ما نحبسو، هكا باش يتقلى كامل على لون واحد، يعني ما يتحرقولكش حبات وحبات يبقاو نيين. لخاطر اذا حبات تحرقو وحبات يبقاو نيين ما هيش راح تجيك طمينتك مليحه ولا روينتك مليحه. واذا حمرتيها بزاف راح تجيك مره، واذا خليتيها بيضه من بعد كي تريحيها ما تجي فيها حتى بنه، وكانك خلطتيها يعني في كي ديريها بالسمي بالزبده عفوا والعسل كانك درتيها بالماء. لذا لازم تقليها مليح، يعني نفس الطريقه مع الحمص ومع العدس. بعد ما تقلى القمح تاعنا كيما راكم تشوفوا هنا راهو تغير اللون تاعو تماما، هكا ما يبان لكمش حتى نعتلكم نعطيكم الفرق بين اللي مطيه ما قليتوش. هنا راني موجده هاد الزوج قطع تاع الكرتون، على واش؟ باش نهز بيه للطاجين كي يكون سخون ونفرغ القمح تاعي. لكم الفرق، هذه اللي ماهيش طايبه وهذه اللي طايبه. شوفوا اللون، اللون تاع المقليه واللون اللي ماهيش مقليه. الفرق ثاني باش تعرفي الحبه تاعك باللي تقلات كفا تعرفيها. هنا شوفوا الحبه كفاه راهي رقيقه وطويله، اما بالنسبه للقمح اللي كنا قليناه شوفوا كيفاش ولات الحبه كما نقولوا بالعاميه تكعبرت، يعني تكعبرت وتنفخت. هذا هو الدليل على انه القمح تاعك تقلالك لونه وشكله. شي بالنسبه للحمص، حاولي انك ما تحطريش الكميه في الطاجين باه ما يغلبكش، لخاطر الحبه تاعو تكون كبيره على حبه القمح. كيفاش تعرفيه باللي تقلالك؟ تشوفي باللي اللون تاعو بدا يتغير، بدا يميل للون الاخضر، من ثم عارفي باللي الحمص تاعك راهو تقلالك. كاين اللي زياده على الحمص يزيدوا يديروا معاه البلابي، يعني البلابي بطبيعه الحال بلا ما يقليوه يزيدوه حتى هو يمد بنا للطمينه. هاوليك الحمص كيما راكم تشوفوا، هذا اللي قليتو وهذا اللي ماهوش مقلي. شوفوا الفرق في اللون، هذا مايل للاخضرار وهذا مازالو بيض ولا اصفر. بالنسبه للعدس ما تخليش يطول في الطاجين، يعني غير تحطيه في الطاجين راح يتقلى بسرعه، ما يطولش في الطياب. لو كان تخليه يطول راح يتحرق لك ويولي لك مر. العدس كيما راكم تشوفوا، شوفوا اللون تاع المقلي وشوفوا اللون اللي ماهوش مقلي، يعني اللون راه يبين لكم. حضرت مكونات الطمينه كيما تشوفوا، كنت قليت القمح الحمص والعدس الخروب والتمر مانيش راح نقليهم. قلت لكم اذا لقيتيهم باللي راهم مازالوا طريين نشفيهم في الفرن، واذا كنتي في وقت تاع البرد يعني وقت تاع الشتاء حطيهم تحت الفرن وحتى ينشفوا لك، ونديهم هكا نرحيهم بلا ما نقليو هذا الزوج. راني ناكد لكم ما يتقلاوش، نديهم نقليهم عند الرحاي. انا ما نحبهمش رطوبه، يعني ما نحبش الطمينه تاعي تكون رطبه. كي تديري الرحاي تحبي ترطبيها قولي له يرطبها لك، تحبي ما يرطبها لكش قولي له ما ترطبها ما تخشنها. بعد ما تترحى راح تكون مخلطه بين الرطبه وبين الحرشه، نصفيوها كما راكم تشوفوا هنا. راح نصفيها ولا نغربلها، تحبي ديريها في المصفات تحبي ديريها في الغربال. الشيء اللي يهبط هو هذيك هي الطمينه، واللي يبقى في المصفات هذا انا راح نعاود نرحيه. كاين اللي يعاودوا يرحيوه كاين يعاودوا يطيشوه، انا بالنسبه ليا راح نعاود نرحيه ونضيفو نضيفو للطمينه. اما الباقي اللي راح يزيد يبقى هكاك حرش راح نطيشوه. هذيك الطمينه بعد ما رحيناها وغربلناها وكملنا راح نعطيكم كيفاش تكون.
تكون ما هي رطبة بزاف، ما هي حرشة بزاف. أنا نحبها هكا، اللي تحب ترطبها ترطبها. الفيديو هذا نعطيك لكم كيفاش نحضروها، كيفاش نقلي وكيفاش نديرو. الفيديو القادم ان شاء الله راح نعطيك لكم كيفاش نقدموها للضياف، يعني مقادير تاع العسل، مقادير تاع الزبده. نتمنى الفيديو يكون فاتكم ويكون عجبكم، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.